السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مال الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 2 من فروض المراقبة المستمرة، الفرد اللي كيخص الدورة الثانية، الفرد الثاني في الدورة الثانية، المرحلة الرابعة من الموسم الدراسي 2021-2022 بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. إذا كنت درت معكم الفرد الأول، يعني النموذج رقم 1 من هذه مادة النشاط العلمي اللي كيخص المستوى الخامس، اللي باقي ما تفرج ليش غادي يدخل ديسكريبسيون، غادي يلقى اللين تماك ويدخل ويتفرج، ولا بغى بي دي اف يتواصل معايا في الرقم ديال الواتساب اللي غادي نخليه لكم في ديسكريبسيون وفي أول تعليق. إذا مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم في هذه القناة، قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا نبداو على بركة الله الإنجاز ديال هذه الأنشطة. عندي 4 ديال الأنشطة، 3 ديال الأنشطة باللغة العربية ونشاط واحد باللغة الفرنسية. إذا كما عودتكم أنني كندير نشاط واحد باللغة الفرنسية، وبعض المرات كيكونوا 3 ديال الأنشطة باللغة الفرنسية وفقط نشاط واحد باللغة العربية. إذا كنحاولوا نوعوا في هذه الفروض اللي كتلقاوهم في قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا النشاط رقم 1 عليه نقطة واحدة، أركب جملة مفيدة باستعمال الكلمات التالية: الطيور، جنين، يتغذى، بعيدا، أمه البيضة، عن، بمخزون. إذا غادي نحاولوا نكونوا واحد الجملة انطلاقا من هذه الكلمات اللي هما مفروقين. إذا غادي نحاولوا نكونوا واحد الجملة انطلاقا من هذه الكلمات هادو: الطيور، جنين، يتغذى، بعيدا، أمه البيضة، عن، بمخزون. إذا نبداو أولا بيا يتغذى، يتغذى، إذا يتغذى، يتغدى، يتغدى من؟ يتغدى جنين، يتغدى جنين، ضربوا عليها، يتغدى جنين الطيور، يتغدى جنين الطيور، الطيور، يتغدى جنين الطيور بعيدا، بعيدا، بعيدا عن من؟ بعيدا عن أمه، بعيدا عن أمه، بمخزون البيضة، بمخزون البيضة، بمخزون ماذا؟ البيضة. وهذا الدرس اللي قريناه، أين ينمو جنين الحيوانات البيوضة. إذن قلنا بأن الجنين ديال الحيوانات البيوضة ينمو بعيدا عن أمه بمخزون البيضة، فهمنا؟ إذن يتغدى جنين الطيور بعيدا عن أمه بمخزون البيضة. دوزو الآن النشاط رقم 2 واللي عليه 3 ديال النقط، تابعوا معايا دائما. نشاط رقم 2، أملأ الفراغات بما يلي. إذا غنملأ الفراغات بهاد الكلمات هادو. شحال عندي ديال الفراغات؟ عندي 1 2 3 4 5 6، 6 ديال الفراغات، وعندي 1 2 3 4 5 6، وعندي 6 ديال الكلمات اللي غادي نملأ بهم. إذا كل كلمة في فراغ. حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى شي حاجة، اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى. إذا اتحاد ديال البويضة بحبة اللقاح كيتسمى بواحد الظاهرة، وهو الذي يضمن نضج، نعم، نقل شي حاجة من المئبر إلى شي حاجة، يوصف بالأبر، إذا ظاهرة الأبر، الذي يتم بواسطة والرياح عموما. إذا حبات اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة. إذا المبيض يتحول إلى ثمرة، إلى ثمرة، نعم. إذا حبة اللقاح ضرورية لنضج المبيض وتحوله إلى ثمرة، ضربوا على ثمرة. اتحاد البويضة بحبة اللقاح، إذا ملي كتحد البويضة بحبة اللقاح شنو كيتسمى هادشي؟ إذا كيتسمى إخصاب، إخصابا، يسمى إخصابا، مفهوم؟ إذا الإخصاب هو داك الاتحاد ديال البويضة بحبة اللقاح، وهو الذي يضمن نضج. إذا هذا الإخصاب اللي هو اتحاد البويضة بحبة اللقاح يضمن ماذا؟ يضمن نضج، يضمن نضج البذرة. إذا ضربنا على ثمرة، غادي نضربو على الإخصاب ثم البذرة، يضمن نضج البذرة، البذر، مزيان. نقل ماذا؟ نقل حبات اللقاح من المئبر. إذا نقل حبات اللقاح، إذا نتكلمو على حبات اللقاح، نقل حبات اللقاح من المئبر، ده المئبر هنا، من المئبر إلى ماذا؟ إلى المدقة، المدقة، داك النقل ديال حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة، اش كيتسمى؟ كيتسمى الأبر، هي الظاهرة ديال الأبر. إذا الظاهرة ديال الأبر، ومنين كننقلوا حبات اللقاح من واحد الزهرة، أولا من المئبر إلى المدقة، لأن المئبر هو اللي كيكونوا فيه حبات اللقاح باللون الأصفر،
وكينتقلوا الى المدقه، وهذه كتسمى ظاهره الابر، الذي يتم بواسطه، اذا ذاك النقل ديال حبات اللقاح يتم بواسطه بعض المرات الحشرات، ها هي الحشرات، اذا يتم بواسطه الحشرات، وكذلك الرياح، اذا يتم بواسطه الذي يتم بواسطه الحشرات والرياح عموما، مفهوم؟ اذا حبات اللقاح ضروريه لنضج المبيض وتحوله الى ثمره، اتحاد البويضة بحبة اللقاح يسمى إخصابا، وهو الذي يضمن نضج البذرة، نقل حبات اللقاح من المئبر إلى المدقة يوصف بالأبر، الذي يتم بواسطة الحشرات والرياح عموما. ندوز الآن للنشاط الثالث، دائما باللغة العربية، تابعوا معي. إذا النشاط 3-4 ديال النقط، أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا عندي واحد الرسم هنايا وعندي فيه فراغات هنا، اذا غادي نحاولوا نملؤوا هاد الفراغات بهاد الكلمات اللي كاينين هنايا. اذا هاد الكلمات هادو حبات اللقاح، ورقه ويجيه، وعاء، سويق، ورقه كاسيه، مبيض، مدقه، وسودات، هما اللي غادي نملؤوا بهم هاد الرسم هذايا. اذا نبداو اولا من هادو اللي الفوق، اذا هادو اللي الفوق كيبانوا بحال انقطاط، اذا هادو شنو هما؟ هما حبات اللقاح، صافي. اذا هادوك هما حبات اللقاح، ساكتب هنا حبات اللقاح، حبات اللقاح، إذن هادوك هما حبات اللقاح، غادي نضربو على حبات اللقاح، ثم ماذا؟ ثم كندوزو لهادو اللي طوال هادو، إذن هادوك هما السودات، أولا هادي مشا السودات، يعني هنايا هذا عاوتاني سودات آخر، يعني أسدية، إذن سودات، سودات، ندوزو لهادي هي المدقة، المدقة، إذن رابعا هما هاد الأوراق اللي باللون الأصفر اللي كيبينو الأوراق التويجية، إذن ورقة تويجية، ورقة تويجية، نعم. إذا ضربنا على حبة لقاح، ورقة تويجية، المبيض، لا مازال، المدقة، السودات، نعم. ماذا أيضا عندي؟ خامسا عندي مبيض، إذا المبيض هو اللي كيكون هنا الداخل، مبيض الذي ينتج البويضات، مبيض، مشى المبيض، ثم هاد الورقة الخضراء هذا ورقة كأسية، ورقة كأسية، ورقة كأسية، مشات ليا، قولنا وعاء وسويق، إذا هذا يسمى وعاء، إذا وعاء، نعم. إذا حبات اللقاح، السودات، المدقة، ورقة ويجية، مبيض، ورقة كأسية، ووعاء. نمر إلى السؤال الثاني، السؤال الثاني دائما في نشاط رقم 3، أعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا العنوان المناسب لهذا الرسم هو أنه هذا الرسم هذا كيبين أجزاء الزهرة، إذا أجزاء الزهرة، أجزاء الزهرة، نعم. ندوزو الآن للسؤال 3، أين يتجلى دور كل من السودات والمدقة في توالد النباتات؟ إذا السودات هنا والمدقة هنا، أين يتجلى دور السودات والمدقة في التوالد عند النباتات؟ إذا يتجلى بكون أن السودات أو لا الأسدية كيعطيونا حبات اللقاح، وأن المدقة كتعطينا البويضات، والالتقاء ديال حبات اللقاح بالبويضات هو الإخصاب، وذاك الإخصاب هو الذي يساهم في تحول المبيض إلى ثمرة بها بذور. إذا أولا نديرو السودات، السودات تعطي حبات اللقاح، والمدقة تعطي البويضات، البويضات، وعلى مستوى المبيض يحدث اتحاد، إذن يحدث اتحاد ماذا؟ البويضات، إذن في المبيض كيتم الاتحاد ديال البويضات بحبات اللقاح، فيتحول المبيض يتحول إلى ثمرة بها بذور، إلى ثمرة بها بذور، فهمنا؟ إذا السودات الدور ديالها أنها كتنتج حبات لقاح، مدقة كتعطينا البويضات، وفي المستوى ديال المبيض، إذا هنا في المبيض كتلتقي الحبات لقاح بالبويضات فيحدث الإخصاب، فيتحول المبيض إلى ثمرة بها بذور. ندوزو للنشاط الرابع والأخير، تابعوا معايا دائما، والجدول هنايا، جيكخيف غي أو فو دوفون شاك فخاس، غادي نكتب صحيح أو خطأ في كل جملة. قبلت كل جملة، إذا كانت هذه الجملة صحيحة غادي نكتب فغي، إذا كانت خطأ نكتب فو. La première phrase: Le foetus des ovipares se développe dans l'œuf.
يعني جنين الحيوانات البيوضة ينمو داخل البيضة. اسكو سي فغي او فو؟ هذه صحيح، نعم. اذا الجنين ديال الحيوانات البيوضة ينمو داخل البيضة، نعم. الجملة الثانية، لو كوردون امبيليكال دي فيفيبار ناسيغ با لي بوزوان دو فيتوس. اذا هنايا لو كوردون امبيليكال يعني الحبل السري ديال الحيوانات الولودة ما كيضمنش الاحتياجات ديال الجنين، وهذه خطأ. حنا كنعرفوا بانه لو كوردون امبيليكال اللي هو الحبل السري يضمن جميع احتياجات الجنين من غذاء وهواء الى غير ذلك. لونيون دان نوفول افيك ان سبيرماتوزويد سابيل لا فيكونداسيون، يعني اتحاد واحد البويضه بحيوان منوي تسمى الاخصاب. صحيح، فغي، نعم. لا كاتريام فراز، لو بولان اي نيسيسير على ترانسفورماسيون دو لوفير اون فروي، يعني حبات اللقاح ضروريه لتحول المبيض الى ثمره، او لا الى ثمره بها بذور. نعم صحيح، لانه ذاك الاتحاد ديال حبات اللقاح بالبويضه يحدث داخل المبيض فيحدث اخصاب ويتحول المبيض الى ثمره بها بذور. وبهذا غادي نكونوا كملنا هذا الفرض اللي كان كيخصنا. المنتج رقم 2، ماده النشاط العلمي. بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي ضمن فروض المراقبه المستمره، المرحله الرابعه، الدوره الثانيه، الموسم الدراسي 2021-2022. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا القناه التربويه ديال الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.